ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد، للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد، أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت، كم حققت للشعب مراد، للشعب مراد. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن 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 حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت 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 المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يمروا عشت، كم حققت للشعب مراد، للشعب مراد. زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهابا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فصل: وفرائد الغسل ميرغ فرليديس ثلاثة أشياء وسدح شيء. ميرغ سدح شيء أيا فرليديس أيهين أولغ ممارمانا. النية ونيدي وإن للنيوذ مركه رأي لميرنا أيوه. وإزالة النجاسة والنجاسة السولين تيدا إن كانت هضيتها على بدنه جرك دوشيسة. وإيصال الماء وبيها أول قارسيو إلى جميع الشعر تمها دمانتود إيو البشرة جرك دمانتود. وسننه ميرغ سنياشي سو خمسة أشياء وشن شيء. التسمية وإن الله لما قعابه بسم الله اللي يراهده. والوضوء وإن لويسيست قبله ميرغ هرتي. وإمرار اليد وإن قعنت لمرمريو على الجسد جرك دشودة. والموالاة وإن لحريريو. وتقديم اليمنى وإن ميدك تلقه الرئيسيو على اليسرى بذحدة وإن لقه الرئيسيو ميدك تأيه بذحدنا لك له الرئيسيو. فصل: والاغتسالات ميريضة المسنونة إلا السنيي 17 غسلا واشن يتبن ميري. غسل الجمعة جمعة أولا ميدو أما ميري جمعها. والعيدين لبدا عيدود أولا ميدو. والاستسقاء استسقاء يرهب دونت أولا ميدو. والخصوف دي حمدوباتك أولا ميدو. والخصوف عدد مدوباتك أولا ميدو. والغسل إن لم ميدو من غسل الميت ميت كميري جيسا لغا ميدو. والكافر قال كميري جيسا إذا أسلم مركو إسلامه. والمجنون كوالا ميري جيسا إيو المغمى عليه ككومضا قال إذا أفاقا مركو إسلام يرسدان. والغسل ميري عند الإحرام مركو حجك الله حران أي أما عمرضا. ولدخول مكة مكي قلي ديذا أولو ميدو. وللوقوف جوكسيق بعرفة عرفة ليستاقو أولو ميدو. وللمبيت مبيتك إيو بريغا بمزدلفة لغو بريا يو أولو ميدو. وللرمي الجمار بورها توريدو ذا أولو ميدو الثلاثي أصدح ذا. وللطواف طوافك أولو ميدو. وللسعي إيا سعيك أولو ميدو. ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة الرسول كي قلي دي ذا أولو ميدو. أذو إنو أركي دونا إن شاء الله تعالى ميدو يضان إنا حيابها كسوبو ذا. علم وحي إنو هلقان كو أركي نايو عشر كي نمانتو يهي فراليضا لغا مارمانك إي قفك ميدانا يلغا ربو. وحين يرقفك ميرانا يا صدح قضب لغم مارمان بي ايهين انو هرتا ميريغ نيوذو نيوذوا لغم مارمان. رسولك حديث كي بخاريغ وحكو يري صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. عمل يضا اردني وحي اباهنيه نيو. عمل بلا نياء مجرو الا باب تركي انو يهيمو يعني باب تركي استنجد إياكوا سنيو وما باهنا مركز استنجون يسوا أما النجاسة إسكا ما يرى يسوا وحي باب التركية إسكا ناف. إنما الأعمال بالنيات بالرسول كويري صلى الله عليه وسلم. هذا مركز ما يرانا يسوا نيو ما يري أيا لغا ما مارمانا وين أد ما يري نيو تا هداد. لكن قصبت دون إسكو فرطو أما أدبال ديقون كدارس أكدرساتو أوتسيداكو ما يرى تأذو نيو الله إمانين واديس نظيفي سي جنابه دينه ولي ويكو سهران تهي قفص نذيفيه كسو قادم بالعرانيه.
oo dhididkii iyo uskagii iyo waxyaabo kaloo iska maydhaye qofkaasi qof janaabo ka maydhay ma aha oo niyadiiba ka maqan innama alacmaalu biniyaat qodobka labaad ee lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay ee kolle iyo kolleylay naga rabaana waa izaalatu najaasa in nijaasada la zuuliyo qofka maydhanaya haddii jidhkiisa ay nijaasa marsan tahay waxaa lagama maarmaan ah ama daruuri ah nijaasada in meesha laga saaraa waa shay daruuri ah weeye waa in nijaasadii meesha laga saara markaa waxay culimmadu u daliishadeen oo laga qaatay xadiidka bukhaari uu soo saaray waa maymuun radiallaahu canha markay ka warramaysay rasuulka maydhigiisa waxay ku tilmaantay waghasala farjahu wamaa asaabahu min adan waxuu rasuulku maydhi jiray istinjada intan cawrada ayuu maydhi jiray iyo wamaa asaabahu min adan wixii nijaaso loo arko ee meelaha taabta ayuu horta iska maydhi jiray intaa ka hor ayuu iska maydhi jiray madhabku waxay isku qabteen maydhiga nijaasada lagu maydhayo marka aan nijaasada maydhayno oo kale mathalan adoo maydhi u baahan bay nijaasa ku martay oo nijaasadii ayaad maydhaysaa nijaasada maydhiga maydhayaa rafculxadiska ma la qiimaynayaa oo ma la odhanayaa halkan maydhi ayaa xadiskana rafcinaya nijaasadana maydhaya mise nijaasadu waxay u baahan tahay maydhi ka horeeya ka janaabada layskaga maydhayo labada qowlba way jiraan labada qowlba culimo way jiraan raafici oo kale markaynu soo qaadanno raafici haddaynu raafici oo kale soo qaadanno wuxuu raafici qabaa waa laabud ama lagama maarmaan nijaasada in la maydho marka koowaad lagama maarmaan weeye in nijaasada la maydhaa waa raafici oo kale siduu qabo nawowi oo kale wuxuu isagu qaatay nijaasada maydhigan lagu maydhayo oo qura nijaasada maydhiga lagu maydhayo unbaa janaabadana lagu rafcinayaa waa sunna kolkaa taqdiimka laga horreysiinayaaye yaan loo arkin lagama maarmaan inuu yahay waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee qofka maydhanaya lagama maarmaan u ihi waa iisaalulmaa'i ilaa jamiici shacri waalbashara timo iyo jidhba biyaha waa in la wada gaadhsiiyaa oo qofku uu biyaha isku wada camimaa hadday meeli ku engegan tahay lagama yaabo inay janaabadii kaa kor noqoto ama ciddi ha ahaato ama timo ha ahaato ama meel kale ha ahaato jidhka oo dhan waa in la wada gaadhsiiyaa biyaha waxaa laga qaatay xadiidka bukhaariga iyo muslimka ku qoran xadiidu caaisha waxay leedahay ana nabiya sala allahu calayhi wasalam kaana ida iktasala min aljanaaba bada'a faghasala yadayhi thuma yatawada kama yatawada'u lisalaah thuma yudkhilu asaabicahu fi lmaa fayukhallilu biha usuula shacarihi thuma yasubu cala ra'sihi thalaatha ghurafin biyadayhi thuma yufiidu lmaa'a cala jildihi kullihi wa kullihidaasaan uga jeednaa waa in dhammaan biyaha dusha layskaga keeno lagu wada maydhaa ama dusha iskaga keen ama hoos fadhiiso ama dhexgal berkadaa idil ama taangigaaba dhexgalo adu in jidhkaaga oo dhan biyo la wada gaadhsiiyuun baa muhiima saddexdaa qodob ayaa lagama maarmaan ah oo waxyaabaha weysada ama faralyada weysadu ay u baahan tahay ayay noqonayaan wa faraa'idulghusli maydhiga faralyadiisu waxaa jira ereyga faraa'idulghusli arkaanulghuslina waa la yidhaahdaa arkaanulghusli wa faraa'idulghusli maydhiga faralyadiisu thalaathatu ashyaa'a waa saddex shay weeye maydhiga faralyadiisu iyo waxyaabaha maydhiga loo baahan yahay saddex qodob oo lagama maarmaan ah ayaa jira axaduhaa saddexdaa midkood anniyatu waa niyo waa in la niyoodo kolka niyadaasi ka noolna waajib bay ku tahay ka meydka ana sunnay u tahay in loo niyoodo madhabku siduu qaatay innama alacmaalu biniyaat baana laga qaatay fayanwi kayfiyadiibuu bilaabay
فينوي وحو نيوني الجنوب قفك جنابة له رفع الجنابة جنابة إنو إسكاكر قاضي أيو نيون وحو نيون يا كجنابة له إنو جنابة إسكاكر ييليو رفع الجنابة بو نيون يا حكم كي جنابة أي لهين يواجب كي رب النصارى إنا ميرناها أيو نيون رفع الجنابة أو الحدث أما حدث كإنو إسكاكر ييليو أيو نيون الأكبر أكبر كأي وين أما حدث وين إنو إسكاكر ييليو نيون ونحو ذلك كأكل مدى أيو نيون سيدا استباحة الصلاة وفرض الغسل وحيابها أيو نيونية وقفك جنابة ذلك قبرد عادادو أي كاتي مدى كقضي إلا إنت عادادو كسعطو ما ميدان كرتي ميد عبادة ما ميدان كرتو ميد نظافة ماها قبرد إنت إنا عادادو كقوين إنا يرفع الجنابة نيوتو لما أقلا ودوا بطلاعوب بالعبادة وي وقف كاد شيء كادد وكاس عطالة وين ويسيسين يا لين عنا وكاد شيء هذا كادد وكاس عطالة ذات لين وين دق دق يا يق سبب ذات كوسي فرح حالاً ونكوسي لغلقون ونكوسي وتش ميران لين عنا كادد يبقى سعطة ناقد كي بيجربة صورة قل ما أها وويس قف كأوجري مي صورة كادد وهاك قاضو إلا إنه يهيد سليس نك سليس كسليس البول كلورين جري مو يعني وسليس البول كا إسقى كادد وكده إسقى كتف لين يسوا أيون عنك ويسيسين يا وين صعته وين ويسيسين إياه توا استباحة للصلاة وتنوي وحينيون الحائض وقبر دقيقة حائض قبر الحائض دقيقة وكيمد أو النفاس أو أما قبر النفاس كقبتي النفاس وكجو أي وديك للمضى رفع حدث الحائض حائض كحدث كيس كريال كيس أيينيون أو النفاس أما النفاس كحدث كأكريال كيس أيينيون niyadu goor may dhacaysa oo halkeen la niyoon ma marka maydiga la dhameeyo mise maydiga marka la bilaabayo mise maydiga marka la niyo meel adoonteed go'aansato waa goor ma watakunu niyatu niyadi waxay noqon watakunu waxay noqoni an niyatu niyadi waxay noqon maqrunatan mid la xiriirinayo bi awalil fardi faralka bilowgiisa watakunu niyatu maqrunatan bi awalil fardi niyadu waxay noqonaysaa faralka bilowgiisa hore mid lala xireedinayo saa marka aad maydhiga u bilaabayso niyada inaad la timaad ayaa laga rabaa bidaayada hore wuxuu isagu awalu ma waa kiika ugu horeeya ee yuqsalu la maydhayo oo min a'lal badani jirka dushiisa sare laga maydhayo oo asfalihi ama jirka asfalkiisa iyo xagiisa hoose adu meesha maydhiga laga bilaabayo halka laga bilaabayo ayay niyadu ka bilaabanaysa ayay niyadu bilaabanaysa marka maydhiga la bilaabayo un baad niyooni oo niyadii aan la imaadaad oran watakunu niyatu niyadu waxay noqon maqrunatan mid la xiriirinayo bi awwalil fardi faralka bilowgiisa hore ayaa la xiriirin saa mar alla marka loo bilaabayo ayaa la xiriirinaya وهو أول ما واكيك وقه الرئي يغسل لما يريو من أعلى البدن جدك حقي سسرى لما يريو أو أسفله أما حقه صبده سنده حق سرى لما تقايا هايده حقه صبه هداتك قتي ما هدو ده مشكلة ملاعظو جدك مركات ما يريس بيلي ويسون بالا قربا فلو نواه دون يوضو بعد غسل جزء يقايب انتو ما يري كدب هدون يوضو إساقو جدك قايب ما يري oo niyada aan la imanin ayuu is xasuustay markaas uu isii niyadii la imo ayuu markaas uu is xasuustay inuu niyada inuu niyoonba in qayb kala bar buu jirkii mayray wajaba waxa waajibaya iicaadatu soo celinta intii la mayray in la soo celiyo oo niyada dabadeed mar labaad la mayro ayaa waajibaya ilaa maydhigaasi niyadii buu ka horreeyay niyada inuu maydhi ka horreeyay lama ogola waa qodobka koowaad aan niyabaynu niri waa in la niyoodo oo bilowga maydhiga niyada lala yimaad sida rasuulka xadiiska bukhariga kaga sugan sallallahu alayhi wasallam qodobka labaad waa izaalatu najasa waa in najasada la zuuliyo in kaanad haday tahay najasadu calaa badanihi jidhka dushiisa mid saaran ayil muqtasil ka maydhanaya jidhkiisa haday saaran tahay waa in najasada la zuuliyaa وهذا كلمة كوي رجحه ورجحي الرافعي وشيخ الرافعي رافعي أيار رجحي
إن نجاسة الشرك لقام ميرا سا أيو رافعي أيو رجحي وعلم ذا واوين إيه مذهبك أيو شيخ الرافعي كتيرا وعلم رجحي هذا بالرافعي إنت نجاسة لزوليو هذا لكن مذهب أهان وعلم ذا تصحيحيين سيد النووي أوكالة أو أرانيا ورلابد ماها إنو كهر ريو شرح إنو وحلم ذا قولك الرافعي إنو قاطي نجاسته هدي معفي تهاي هدي يرتهاي إيا هدي بضنتهاي انت بين نجاسته هل الزوليو وإن الزوليو ونجاسته ما شوالك ساريا كلك شيخين ما تنك متنك قريئ أبي شجاع إسالة النجاسة أمبو إن يري شرحين ابن قاسم كنا وحو كل إحي يسيدي الرافعي إسالة النجاسة لبسيوت با الله يستابين نري لبسيوت أيا الله يستا طريقة النووي أو إزالة النجاسة إن صورت قلت هاي ما يريه لقوا ما يريه ما يريه قاسيوني إنه رفع يسوى حدث كنا كأكوريرة ينجاسة ده كأسولين هي وا 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 صورت قلب بولي هي أو هداد ما يرته هذا يشتر كأجل نجاسة كادي بحال كان كامر تاي هذا كادي دي كمرسن تاي بعد ما يريه جنابين اللي أيه جنابين دي كم ما يرته تاي ما يريه قاسي سدوا رف النووي قبا wuxuu ku leeyahay mayrigaasi wuxuu kaaga filan nijaasadii ku marsanaydiyo janaabadii labadaba kaasa kaaga filan raafiina wuxuu yiri warmey intaan la mayranin in janaabada laga mayranin horta nijaasada hal iska mayro oo mayrigaba waxa la tirin kara oo qudhab uu ku leeyahay markii nijaasi ee iska suuliye nijaasada baada izalati najasa um bala rabab uu raafiil leeyahay hadaba sheekheena maatinka abu shujaacu هذا و يري وإزالة النجاسة وإن نجاسة اللسولية إن كانت على بدنه جركا كما يرن يجرك ساتي سارن تاعي وحصورت قال سيد النووي إن لقوا حمباره أول إذا ما يرن إن لقوا ما يرن يجناب هذا ما حلك ما يري يجناب هذا لقى ما يرن أيه أي نجاسة النسولين وحكرا صورت قال سيد الرافعي إن لقوا حمباره ومعناها لقى دقة ما يري جهرتي نجاسة هرتها الله ما يرو هذا الكن أبو شجاع سيد الرافعي سيد النووي لا بد بوه برا لكن ابن قاسم وحكو حنباري ايو سيد الرافعي بوكو حنباري ورسيد النووي بوالا قرنيك كراية محا سيد الرافعي اون ماشا كيني سيد الرافعي ضعيف بيبع علمة غير كودو اركينو حق مذهب اهان ورنقا داية بيلا دوا مسألة ضعيفة اساقو حليه رفع الجنابة دو نبيا قارة رفع ازالة النجاسة دو نبيا قارة لبا سببو دو كالدوام ويهي مد كستيبا بيا قارة وباهان طيب الرافعي ليه هل علمة دو كاليهين mid kasta ba biyo gaara uma baahne war hal biyo ayaa janaabadana rafcin kara nijaasadana suulin kara haday nijaasadii ku sii harhadhana de way nijaasada biyo lagu cilciliyo ilaa meesho biyan ku shubayo daahir bay noqotay markaaba ma oran kartide wa izalatu najasati wa in nijasada la suuliyo walaw ma'fi baha ahate in kaanad haday tahay ala badanihi jidka dushiisa nijaasada ma'figa ee walaw ma'fi baha ahate aan leenahay waa nin dhagax ku istinjeystay qof baa intuu suuliga tagay dhagax ku soo istinjeystay dhagax istijmaar buu sameeyay dhagax buu iskaga biiyay ama wixii dhagax u baayay u dhigmayay ee qaalica ahaa ayuu iskaga biiyay kelinigiis yaro adag iyo waxyaabo aduu qaalica oo nijaasada raraya ayuu isticmaalay markaas uu xagga hor iyo xagga dambaba nijaasadii iska nadiifiyay isagoo nijaasadii iska nadiifiyay wuu marka uu iska weysaysan karaa ilaa qali caasu isticmaalay nijaasada shuruudihi istijmaar kana uu dhamo istirtay marka isagoo weysaysan karay buu janaaba yeeshay janaaba meeshii timid oo riyoodayba janaabadii timid markuu ka meeydanayo waxa weey nijaasada marka hore de macfiga ahayd ee qali caahid ilaa macfigu nijaasada masuuliye eegu qalajiyaaye masuuliyo oo meeshii waxa weey nijaasadii way ka suushay madhiid haduu qofka roob ku do'o oo halka biyo ay soo maraan oo jirkiisa ay gaaran de waa khatar ama uu dhididaba waa khatar ilaa waxa weey meeshii meel ma aha la oranayo waa wada daahir markaas deen ma aha kolka nijaasada macfiga ah oo kale waa inuu mayra ayaynu leenahay wa izalatu najasati nijasada oo la zuuliyo weeyii in kaanad haday tahay ala badanihi jirka dushiisa أي المغتسل كما يرانا يدوشيسا وهذا كان ما رجحه واسده رجحي وهذا كان ما كيوه رجحه رجحي
الرافعي الرافعي كسيد الرجاحي وانا مرجوح هو ضعيف سيد النووي باك حوق بضن وعليه هضين قول كان قادن سيد النووي الرافعي الرجاحي كلام ما يريد أن يبيا قارا نجاسة أن يبيا قارا هذا إنه كعقاد إنه فلا يكفيكم في الله غسلة واحدة هل ما يريكم في الله عن الحدث حدث كجمع في الله يو النجاسة النجاسة ده شد كهذا النجاسة كم رسنتها هاي ما يري قرا أي كقف إلى النجاسة ده حدث كما وضع أوران كراه والرجح النووي النووي وح الرجحي الاكتفاء إن لجو كافتهم يأيو الرجحي بغسلة واحدة ما يري قرى عنهما لبذو ذبل لك كافتو ميو ولبذو ذيبا ما يري قرى عيا لك كفلان عيا إلا إن يتهي نجاسده مغلظة موياني نجاسده هداي مغلظة تهي تهي أي قيتي دوفارك إيادة تضبا كيلي قيد بابا تضبا ما يري أباه نايد تضبا ما يري أي كيلي قيد أباه نايد أو لأرن ما يوي كفلان تهي ومحله محل كيسنا وحوي مسألة رافعية نووي أي كهض ليان ما إذا كانت مركيتها النجاسة نجاسة حكومية حكومية نجاسة مركيتها نجاسة حكومية اللي يرى مركز على كهض ليان يلقى دودية حكومية ذو نجاسة أن لا أركين أي وح كدليا لئيو وح كام مغضئيو وح لا أورين كرتون على هاي كهذيك مرتوك وين جكتي أي حكومية اللي يرى هذا أما إذا كانت النجاسة النجاسة ذو مركيتها عينية مد عينيو إن ده على صار كرايو أما الله عينية عينية ولا دمين كرايو لا أرك كرايو لا أورين كرايو هذا النجاسة ذو عينية نقطة وجب وحواجب يا غسلتان لمن ما يري عنهما حقوقة لمن ما يريو تعينية ذا النجاسة ما يري اللي جو سولين يا جاركا يا ما يريقا جنابة لغو رفعين ايو وحي نوغن هاي لبا ميري ايا واجب ايا لبا دا ميري وحي او واجب ايان واحد دي هالكا ميري اي هوري اوصاف دي نجاسة دو اي لهاي اي كو بيحي ويدو اوصاف دي با كو بيحي ويدي او نجاسة دا اوصاف دي هال ميري كو بحيسو كولغا واين لبا ميري لو باحدا هدي لكن نجاسة دا اوصاف دي هال ميري اي كو بحيسو خلاف كيبا كوتشيرا نووي يا رافعي وكوتشيري او نووي يحلي هالكا ميري اكو اي نجاسة او سافتي اذو كوبا حضي ميري جينا رفع الجنابين او نقنايا او ميري قاقودا ايا لو باهانايا هالكو نو كلا يهي رافعينا لبا ميري با لو كلا باهانايا وجب غسلتان لبا ميري با واجبي عنهما حقوق حدثك ايا جنابة وا ان لبا ميري لقو كلا ميرا عنهما هذا عنهما با اي قران انيغا لكن نسخوين كقار عندهما با قرنا ما يديك عندهما بو قريا وجب وحواجب يا غسلتان لبا ما يري عندهما لبدا اكتودا عنهما با يا ياسيفيونيد كل كان عنهما هدينو نراهنو عنهما ضمير كو وخي نوقنيا حدث كا يرفع الجنابه مركا عن لا استعماليو الا ان غسلده عنت دبا دحدا كا لغا ميدن ايو كو دحايه هدي عند لا استعماليو oo ereyga indahuma aynu niraahnana nawawi iyo raafici ayay ku dhacayaan wajaba waxa waajib ay qaslataani laba mayri indahuma nawawi iyo raafici agtooda oo mas'aladan way isku itifaaqeen markaa sidii raafici laba mayri markaa horaba u lahaa ayuu nawawina laba mayri u leeyahay sida ayay noqonaysa markaa indahuma hadaynu qaadano indahuma وإيصال الماء كي صدحات وحو نقونايا إلا صدح قضب بالاقا ما مارمانا بينو نرمرك لما يدان ايو قضبك كوباد نيو اها قضبك لبادنا نجاسة إن شرك لغا زوليو أيي أهايد قضبك صدحاتنا وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة شر إيا تيمابا وإن رمان شرك أدقار سيسو بيها وإن أدوضع ممتا وحل الشيغا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تمها وقاقابين شري مركي وحلقا ويدييي إلا يري تمها قاقابين تودواسي دي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وحينو مرينا أينو أركينا مركا بلا ديلا سعو
وإيصال الماء بيها أول قارسيو إلى جميع الشعر تمها دمان تود إريق الشعر عينك وإن الرئباء أما الله فضحيا إلى جميع الشعر يوال بشرة جدك با جدك إيتمها بوا إن لوذ قارسيا بينو نري جدك إيتمها بوا إن لوذ قارسيا بيها halka hadaba iisaalka markuu ina yiri gaads ereyga iisaal abu magacaabay oo masdar ifaal aa iisaalka culimo wusuul baa looga jeedaa wusuul halka wusuul baa loo aya looga jeedaa adigu inaad biyaha qasad ahaan niyaha ku jirto laakiin aad inaad ficilkaaga u gaadsiiso ma aha qasab walaa qasaba daba furo waxa way walaa qof kale biyaha kugu shuma haduu doonayo waa sax hadii baldi biyo qofii halka uu qaato waa qofkaas reeyo dabaqankaas reeyo saaran adiguna waad hoos maraysaa laakiin jiru baad ahayd baldigi biyo mudusha kaaga keenay dusha markuu kaaga keeno hadaad iska niyooto ka waran rafca janaaba biyo ay ku wada gaadaan de waa ku sax biyaasina haday ku wada gaadaan anad iska niyooto day soo staagun halka ku dhacayaan mise soo staag macaroorka hadaad soo staagto roobkooda ayaa ور رفع الجنابين يوتوا كوسا حتى يبيوك وذا قاعدان يشيرك وذا قاعدان وصحوي ولو مريضا حدنا وحدا دونتو هم بوذن اللي قرانا يدرك اسكا سهر هدي اضو مريضا حدن روبك اضو بحضو وروبك سفي عن او كوحيلو واذي قندا اللي اندلكي واسونا نمي ان لتيتي بيا سونا ياشو شيخو كداري دوناي اد آيرون بيه اتسفي عن اسكو ايكتو جنابا دي ويكا رفعو ميسا صحبي نقونيسا وإيصال الماء بيها أول قارسي يوي إلى جميع الشعر تمها أوردن أيا لقارسين والبشرة تجد كدمانتين ولا قارسين تما ياشا هدو قفكو حقه هوساتي مكولي يهي أما حقه سلاتي مكولي يهي أما قرد كي سباء يتران ميل كستوتي ما أود واد 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 سمين إيسا كورن إن أنتو هداي تميه إنتي سدا إسكو قحردو أي هالكا برتنك إنتي تمها قحردو ay tira inta caarada ah iska qoyin maayo intii caaradii bay gaar u xidhay timaha guntoodi iyo timihi badnaaba way maydhay laakiin inta ay caarada ah way qallalshan tahay oo inta ay maydhi maayo bay tiri markay wada maydhatay un bay markii in bay maqas tiri inan kale la joogtay inta engegan bay iga goon bay tiri markay maydhatay inanta intii engegnayd inay biyaha gaarsiin way ma goysayba inanta janaabadii ma ka kor noqonaysa mise ka kor noqon mayso kama kor noqonayso haddii timaha intii engegnayd ba goysay adigu hadaa tin yaro engegan halkan iskaga aragto kadkaaga tin yaro engegan hada hoosti hoose weebad maydhayba oo tira tin yar engegan biiba iga dhamaadee go ood goysay maydhigi kama ansaxayo hadaa cidida la baxdo cididaadan yar intaad la baxdo ad jidka wada maydho oo cidida caaradeeda hore oo qura ad maydhi weydo hada hoosteedii waad maydhay marka aad maydhato makiinada soo qaado iga gooyo cidida aad tiramaan maydhine intaas halkay ka gooday ba dhaahir la xisaabinaya janaabadii kama kor noqonaysa qofka markaa wa iisaalul maa'i biyaha oo la gaadsiiyo weeye ila jamiici sha'ari timaha dhamaantood ayaa la gaadsiin wal basharati jidka dhamaantiina waa la gaadsiin jidka oo dhan baa biyaha wada gaadsiin lagu leeyahay jidka oo dhan walaa u dhagta xataa halkan cakawga meelahana ha ahaata halka waa meelaha ugu khatarsan weeye halka yar ee dhagta markaysiin halka yar ee dhagta waa khatar waa inaad la socotaa ilin dhagtaadii waad la socotaay halkaaga yar inaad la socotaayood meelaha aad ka warhaynayso wuxuuga qofku haduu calool leeyahay calooshuna yara laablaabanto caloosha inta yar ee laablaaban ee isku dhagan waa inuu ka warhayaa uu calooshiisa intuu kala saaro ayuu maydhayaa haday laablaaban dad ay caloosha laablaabantaysa uma jirto soo ma jiraan horta hadii midalan qofka xuduntiisa dadka xuduntoodu isku noocuma wada sameysna haddii qofka xuduntiisu ay godan tahay oo wuxuugaa yari uu ku jiro oo laablaabihi xuduntan waa inaad maydhaa ood ka warhaysaa xudunta qofka safan iyo hadday ka dilaacaan waxyaabahan dhaxantu ay keento waa inuu jidhkiisa la socdaa oo jidhkiisa uu yidhaa daahir xukumaa labadaadan farood markaan saa idhaa iminka farahayga maxaa ka muuqda meel bannaani ma jirta dee haddana halkan u dhaxaysa waa inaan markaan saa idhaahda la eegayaa markaan saa idhaahdo waa in la yidhahdo halkana ha la maydho halkana ha la maydho haddaan saa idhaahna waxba kama muuqdo anoo saaya ma maydhanayo laakiin anoo saayaan maydhanayaa waa inaan meel la socdaa meelahan qofku xagga dambe inta nijaasada laga maydho waa inuu dabada maydhaa
نجاسة الصحراء أنت لقى ما يريد دلوع مركز شنابلة يضحي وين الدلوع على وين أدميرنا اللي الدلوع عن وادي بدي حقه رلفت إذا واسيد وكله قبره هذا عرملت هاي أما أي ريرلا هاي وقبر فرعونية أين أهين مركز كم برور ساتو أنت كم قتوى إنا يميرنا اللي هو ظاهر وفرحان وكلونه فرحان وكلونه يا نصيدنا بالعورنا يا فرحان وظاهر كيف على حساب يا كل قفكو هدي أي تلنت أيو فرعوني أي تهينا علمدو آد بي وقهد لينو دي يدوا خطر ميل چيت ظاهرة أهيد او چنابد إن لغا ميرا أي أهيد باقرسون ون بريقيد بعاد إلا ذهي سي مساجد دو سوقي لمركا صلاة سيئو تكني وخطر حقيقة آد خطر عظيمة أوي كل دم بيادك ويانو علمدو حتى هدي دي ما توقع كوه دي سيدين لغو ميري إلن قف لو ميري ومبا لغو توكن كان آي قفك وحل لغو توكن كان بعد الغسل سو ساماها كبردن هدي اي كل فرعوني اهيد او اي طليد waxa weeyi een mayrigeegi de meel da in ba ingegin in daahir ahaydo in la mayra ay xaq u lahayd aya ingegnaanaysa waxa la eegaya marka furidu haday hawl keensanayso iyo dhib horta qof meedaha la furayada loodan maayo laakiin markan kale caadiga ah furidu haday dhib iyo hawl keensanayso iyadu khiyaarkeega haday amalkan ku sameysay oo fiicooni looga dhigay iyadoo masuulo diidi karto dooni karta hadii looga dhigay deedambiga iyada qaadaysa iyada masuuliyadda qaadaysa hadii laakiin iyadu ayna khiyaarkeega ahayn oo iyadoo ilma yara oo loo taliyo waalidkeed ama cidii masuulka ka ahayd ay sidaa ka dhigtay de waalidkeed buu dambigu saarmaya waalidkeed ayuu saaran yahay qaabka loogu tukanayna waynu arki doonaayo Ramli iyo Ibn Hajar ayaa isku haya qolo waxay yiraahdeen yalla haba yaan lagu batukanin qolana waxay warmeeha loo gabagabeeyay qolo yiraahdeen gabadha marka loo mayro jidka caadiga ah inta kalena sidii qofkii dhaawaca qabay ma garanaysa ee jabiirada lahaayo kale sidii oo kaluna loogu gabagabeeyo adu janaabada marka la iska kor yeelayo jidka oo dhan meel ku engegan lama rabo meel qura oo ku engegan lama rabo wa isaalul maa'i biyaha oo la gaarsiiyo way qofka qodobka saddexaad إلى جميع الشعر أما إلى جميع الشعر تمها دمانتود والبشرة إيا جيتك دمانتي وفي بعض النسخ نسخوين كقار كود وحاكو سقنا بدل جميع حلك جميع إساقو بدل كا أصول باكو سقنا أو وحو أها وإيصال الماء إلى أصول الشعر حلك إلى جميع الشعر وكيكو كقريو إلى أصول الشعر بي كتبت قار كود قرآن إلى أصول الشعر timaha usuushooda usuushu waa gunta hoose timaha guntooda hoose waa in biyaha la gaarsiiyaa kol hadii usuusha gaarsiin lagu yiri adraafta maxaad u malayn timaha baarkoogana maxaad u malayn waa min baabi awla wal basharati jidka dhamaanti isha ma mayr baa lagu oran hadaba isha maadaama wal basharati aynu niri macal cidiyihi aynu niri miyaa lagu oranayaa waxaad maydha maxaanku idhaahda indhaha may indhaha gudahooga intaad ishaada kala qabato biyo ku shub lagu oran maayo wa fi baad nusakh nusqooyinka qaar waxa ku yaalay bedela jamiic halka jamiic isagoo bedelka usul baa ku yaalay wala farq farqi uma dhaxeeyo bayna sha'ri ra'si madaxa timihiisa iyo wagayrihi gairki timaha madaxa ku yaala iyo kuwa gadhka ku yaala iyo kuwa xagga hoose ku yaala iyo kuwa gacmaha ku yaala waa isku wada noocun ولا بين الخفيف منه كوى فضوط تماها كوى ير يوال كثيف كوى فراها بضن فرق امدحيو لكن ويسيسيغا فرق با ادحيي مركا لويسيسينا يو ووحي نجيو كوى فضوط نوالا ولا ميري كوى فراها بضن نوالا تخليلين يي وشعر تماها المظفور لصوحي اما لا تدعي وشعر تماها المظفور لا تدعي المظفور كتبت قاربا ذاك نكتا ويساوي سكيلة المظفور معها والشعر تمها المظفور لا تدعي إن لم يصلها دين قارين الماء بيه إلى باطنه قديس إلا بالنقض إلا فرفرمو يعني بيوها دين قدها قارين وجب وحواجب ينقضه إلا فرفر سأي بيوه باطنك أقاران هدي بيوه قاريان باطنك كيون لفرفرين way aad looma adkayn waajib ma aha gabadha in la yiraa furfur timuhu iyagoo caadi u ah ayay iska mayran waajibna uma aha in la yiraahdo timihi wada furfur haday biyihi gaarayaan
haddii laakiin timaha laga dhigaysi maxaanku idhaahdaa ay dee biyo ka tafi karaaba ayna jirin oo khatara furfur baa la odhanaya. Walmuraadu waxaa looga jeedo bilbasharati, basharada waxaa looga jeedaa waa daahiru ljildi, haraga sare daahirkiisa ayaa looga jeedaa, dusheenna saraa looga jeedaa. Waxaa baxaya markaa isha gudaheega iyo sanka gudihiisa iyo sanka timo hadday ka dhex baxaan, sanka hore hadday timo ka dhex baxaan oo gudaha hore ay ku jiraan, baatinkaas ay naga baxay. Wayajibu waxaa waajibaya qaslu maakii in la maydho, dahara ka muuqday min simaakay udunayhi, labada dhagood caka ugooga wax inta ka muuqda waa inaad maydhaa. Wa min anfin, san inta ka muuqda ayaa la maydhi, majduucin la jaray, sanka la gooyeyna inta ka muuqda ayaa la maydhi. Wa min shuquuqi badanin, jidhka dildilaaciisa iyo safanadiisana waxa ka muuqda waa la maydhayaa. Wayajibu waxaa kaloo waajibi iisaalu lmaa'i, biyaha in la gaadhsiiyo, ilaa maa kii hoostiisa, taxta alqulfati baarada ka hooseeyey, min alaqlafi baaroolaha xaggiisa. Erayga qulfadu waa baarada oo waa inta qurlada ay yidhaahdeen qurla, qurla ereygii qurlada waa haragga yar ee ilmaha laga jaro marka la leeyahay waa la xalaalaynayaa xilliga khitaanka. Haragga yar ee ilmaha yar laga jaro, haraggaa yar ayaa qulfa la yidhaah, aqlafna waa ku haraggaasi ku yaallo, baaroolaha ayaa aqlaf la yidhaahdaa, qulfana waa baarada lafteedii. Haddaba baaroolaha baarada inta ka hooseysa ayaa waajiba in la maydho, hal la maydhaa la odhanaya, ilaa waa dusha. Haddii baaroole uu junub noqdo waxaa la odhanayaa inta baarada ka hooseysa hal la maydho ayaa la odhan. Wa ilaa maa kiina waa la maydhi, yabduu ka muuqanaya min farji lmar'ati, gabadha ceecan cawradeeda, cinda qucuudihaa markay fadhiisatay kan baruursato, liqadaa'i xaajatihaa, baahideeda gudashadeedana ay u fadhiisato, waxa muuqda ayaa inta muuqataa daahir laga dhigayaa, intaasaa la odhanayaa hala maydho. Wa mimaa kiibaa la maydhi yajibu uu waajibi jiray qasluhu in la maydho, almasrubatu waa hadal dambe. Wa mimaa kii waxaa ka mida yajibu uu waajibayay qasluhu maydhigiisu, almasrubatu dabada, meelaha in la maydhaa ay waajib tahay, mimaadani kuma cadfano ilaa maadii hore, waa hadal dambe oo bilaabanay, waa khabar soo qadimay, masrubada dambena waa mubtada taakhuray. Wa mimaa kii waxaa ka mida yajibu uu waajibayo qasluhu in la maydhaa, almasrubatu dabada wareegeega, dabada yar inta yar ee wareegsan ee marna kala baxda marna isku timaada, intaa yar in la maydhaa iyaduna waa waajib, masrubada ayaa loo yaqaanaa. Waayo liannahaa iyadu tadharu way muuqataa fii waqti qadaa'i lxaaja, xilliga xaajada la gudanayo ee suuliga lagu jiro ayay muuqataayo, dee sidaasaa daahir looga dhigay. Fatasiiru waxay ku biiri markaa min daahiri lbadan, jidhka daahirkiisii ayay ka mid noqoni, oo waa daahir baa la odhanaya. Halkaa waxaynu culima kaga baxnay maydhiga waxyaabaha loo baahan yahay ee lagama maarmaanka ee arkaantoo saddex qodoba, waa niyadii, waa in nijaasada layska maydho, waa in biyahana jidhka lagu wada camimo. Shan qodob oo sunnayaal ah ayaa jira, sunnayaal shan qodob oo sunno ah in xilliga la maydhanayo lala yimaad ayaa iyaguna jira, uu sheekhu halkan doonayo inuu inoo sheego. Wa sunanuhu, sunnayaasha maydhigu, ay ilghusli, sunnayaasha maydhigu buu ku yihi, ama maydhigu waajib ha ahaada ama sunno ha ahaadee, wa sunanuhu ay ilghusli, maydhiga sunnayaashiisu, khamsatu ashyaa, waa shan shay, shan arrimood oo waajib ah xilliga maydhiga ayaa jira oo lagama maarmaana. Atasmiyatu, waa in ilaahay la magacaabo subxaanahu wa tacaala, atasmiya, ilaahay ayaa la magacaabayaa. Waxaa laga qaatay kullu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bibismillaah, waa in bismillah qofku uu yidhaa oo ilaahay la magacaabo subxaanahu wa tacaala, ilaahay ayaa la magacaabayaa. Walwuduu, waa in la weysaysto, weysada maluqluqii iyo sandaahirsigii iyo ayaa ka mid ah,
xilliga maydhigana luqluq iyo sandaahirsi kuwa hore aan ahayn ayaa ku jira kolka weysada weysadu luqluq iyo sandaahirsi bay leedahay maydhiguna luqluq iyo sandaahirsi buu leeyahay haddii waxaad ogaataa markaad maydhanaysid xamaamka ku jirto weysada markaad horeysiiso laba jeer baad luqluqanaysaa laba jeerna waad sandaahirsanaysaa mar waa tii weysada ka horay marna waa tii maydhiga saasay noqonaysaa macno ahaan walwuduu waa weysaysi kaamilan dhammaystiran oo qablahu maydhiga hortii ahaaday maydhiga hortii waa in weysaysi dhammaystiran la sameeyo ama lugahaba la reebo weyan wii wuxuu niyoonayaa bihi weysaysiga wuxuu la niyooni almuqtasilu ka maydhanayaa sunnat alghusli maydhiga sunnihiisii buu niyoon maydhiga sunnihiisii in tajaradad hadday ka qaawan tahay janaabatu ay ka maran tahay janaabadiisu can ilxadai lasqari xadad asqara hadduu weyse qabay isagoo weyse qabay janaaba ka timid uu janaabooday isagoo weyse qaba waxaa lagu leeyahay markaa wuxuu niyoonayaa uun sunnatulghusli ilaguba weyse qabaye wa ilaa haddii kale nawaa bihi wuxuu weysada la niyooni alasqara rafca alxadai lasqar xadadka asqarka ah koryeelkiisa ayuu niyooni waa kow waa qodob labaad waa in ilaahay la magacaabo bismillaah la yidhaah waa in haddana la weysaysto maydhiga hortii ka saddexaad wa imraarulyadi waa in gacanta la marmariyo calaljasadi jidhka dushiisa waa in sidaa laysku jijibiyo wa imraarulyadi waa in gacanta la marmariyo calaa maa kiibaa la marmarin wasalad ay gaadhay ilayhi isaga oo min aljasadi jidhka ah inta gacantu u gaadhayso ayaad gacanta marmarin dhabarkaa dambe iyo lagu odhan maayo meelo kale marmari intay kuu gaadhayso marmari wayucabbaru waxaa laga cibaarayn can haada alimraari marmarintan waxaa laga cibaareeyaa bidalki jijibin ereyga dalki waa maxay waa jijibin inuu sidaa isku jijibiyo dalki nin sheekha ayaa beri ardaydiisii la hadlay wuxuu ku yidhi waryaadaheen culimoy buu yidhi maanta cashirka baynu dhigayna cumduhu ahaa cashirkaa aan dhigayna buu yidhi si fiican baan kitaabkan u aqaanaaye kelmadda aan garan weyno madbacaddaa khaladaya ka gooya buu yidhi kitaabka ka xoqa kitaabka si fiican baan u aqaanaa kelmad alla kelmadda aan maanta inaga hor timaada waxaa la yidhi wadaadkaasi waxoogaa u qayilayayo u yar qayilay baa la yidhi maalintaa isagoo mirqaansan ayuu yidhi wax alla wax maanta ma taqaanaa inaga hor yimaada ka tirtir waayahay bay yidhaahdeen ardaydeena kelmadda hadda aan maraynee dalkiya ma haysaa dalki dalkigaasaa ka hor yimid markuu dalkigan maray waa jijibintii ma ogtahay dalkigii unbuu akhriyey eg dalki halkaka daalku soo horreysa laamku weled biladkii unbuu yidhi wayucabaru can haada alimraar gacan marmarinta waxaa laga cibaareeyaa biladki ledki laamkuba soo horreysiyey ledki ma ahayna delki bay ahayd ledki waa maxay macnihiisii uu dhinacna wuu u qaadi waayey wuu eegay isagoo ledki ma qorna buu yidhi haabay yidhaahdeen wuu eegay wuu ku noqday wuu eegay wuu ku noqday arqaacidadeenni maxay ahayd buu yidhi wixii maanta aan garan weyno kitaabka ha laga tirtiro dee waa laga tirtiray kitaabkii ledkigii markii laga tirtiray layska degay ee cashirkii dhammaaday layska kala tegey ayuu kitaab kale arkay markaa unbuu wel dalku arkay inuu daalku horeeyo wedelku markaasu intuu ardaydii dib ugu yeedhay buu yidhi hadduu qof ilaahay khaatumada ka xumaynayo buu yidhi wejabo unbuu wowga xarfucadaf uga dhigaa haddaad wejabo wowga xarfucadaf ka dhigta maxaa kuu soo hadhay dee jabe maxaad ku macnayn jabe ila wejabo wowgiiba xarfucadaf noqday wejabe wowgu waa xarfucadaf ficilku waa intay waa jabe jabe maxaad ku macnayn kolka waa khatar ma ogtahay ereyga delki waa jijibin in gacanta sidaa jidhka loogu jijibiyo wayucabbaru waxaa laga cibaareeyaa can haada alimraari marmarintan sidaa jidhka loo marmarinayo gacanta bidalki dalki baa laga cibaareeyaa jijibin walmuwaalaatu ayaa la sunneeyaa oo qodobka afraad ah muwaalaad waa xidhiidhin waxaa lagu leeyahay adoo janaabo leh inaad tidhaa ma dhinaca sare halkanaan ku maydhan madaxa iyo wejiga iyo halkanaan ku maydhan qaarka hore qaarka dambena markaan berbera marayaan maydhan lagama dhegaysanayo waa sunna ahaan sunnad khilaaftay walmuwaalaatu waa xidhxidhiidhin hadduu qofku saaxibu daruuro yahayna oo biyaha taranku ayna marnaba kagu inay ka socdaan isaga kaa waajib buuba ku yahay muwaalaadku wa sabaqa wuu inoo horreeyey macnaaha muwaalaadka macnaheegu fil wuduu'i weysaysigu inagu soo maray waxaynu nidhi
حبين بو حبين كاكور يا موالاتك وحال قيمايا ان حبين كان دمبل لما يركو هورون قلالين مركا جويق معتدل يهي دبيعدو اي دقنتهي الحبنو اني كالهور انجيقان بايا ايين اهين ان هذا دو قريقاق مركا ادميرتو انتا قار كهوري ادميرتي انتا دمبل اي كوردي منتا اداد يرتكتو او دهولو كعدو ادو انجيقات صون قتال ديدية وسبق معناها معناه يقوح انو قهر مري في الوضوء ويسيسيقه قضب كوغو دنبايا وتقديم اليمنى وان مدك تله الرئيسيو او من شقيه لبدي سدنع لبدا ادن دنع مركا جنابه كميدنيس دنع مدكت اياد هور ميري وتقديم اليمنى وان مدك تله هور مريو دنع مدك ايا له الرئيسين او من شقيه لبدي سدنع على اليسرى بدحدان له الرئيسين وبقي وحا سو هري من سنن الغسل ميدغا سنياشي سامور امور مذكورة لغو شيغي في المبسوطات كتبتها البلبلاري كتبتها واوين وحيابا كو شيغون سنياشا اجرا منها وحا كميدا التثليث ان صدح 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 ان لغا دغو ايا كميدا صدح صدح او دينا عمدي دينا عمدي دينا عمدي دينا عبد صدح صدح جير وتخليل الشعر با كميدا تما ان لا تخليل يوسف يعني سدا فرها لو دخغليو wa waxyaaba kutubta waaweyn qoreen bay labadan qodob ee dambe ayay kamid yihiin tathliiska iyo takhliilu sha'rka iyo waxyaabaasi waa waxyaaba kitabkeena ka aamusay laakiin kutubta kale ku qoran insha Allah ta'ala ashirkeena halka ayuu inoogu joogaya wallahu subhanahu ta'ala a'la wa a'lam.